السلام عليكم. اليوم غنديرو تمارين باج 138 الدرس ديال اوردر اي اوبيراسيون، الترتيب والعمليات. بالنسبه لدائما دوزيام اني كوليج عندنا اكزيرسيس 6. بالنسبه لاكزيرسيس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 كاينين في القناه، كتبوا غير الرقم ديال التمرين وغادي يطلع لكم. وان بليس نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال التمارين اللي قبل. غنكملوا على الباج اكزيرسيس 6 كيقول سوا x et y de nombres rationnels tels que x inférieur moins 5 et y supérieur à 4. Écrire une inégalité pour chacun du nombre suivant. يعني هاد هنا هاد المتفاوتة، نسونقولوش متساوية، متفاوتة، غادي نحسبو هاد الأرقام هادو. عندنا x plus 5 دائما هادو اللي عندنا في الاول تكونوا معطيين لينا في المعطيات، منهم كننطلقوا. يعني x مو انفيريور موان 5 من هنا غادي ننطلقوا، و y سوبيريور 4 هادو يعني هادو معطيات، منهم غنبداو باش نوصلوا النتيجه. دائما هنا عندنا غنبداو عندنا x انفيريور موان 5 اي y سوبيريور 4، هادو هما المعطيات اللي عندنا. دابا غادي نحسبو x بلس 5، يعني غنمشيو اللي فيها x، غنمشيو المتفاوته اللي فيها x. عندنا x بلس 5، يعني هاد الطرف ديال المتفاوته زدنا ليه 5، يعني حتى الطرف الثاني غنزيدو ليه 5، يعني نفس الرقم. كما كنا كنديرو في المعادلات ملي كنبغيو نحولو من طرف لطرف، كما كتزيد نفس الرقم اللي زدتي لهاد الطرف تزيدو للطرف الثاني. زدتي 5 هنا، حتى هنا غتزيد 5، يعني x بلس 5 انفيريور ا موان 5 بلس 5، يعني x بلس 5 انفيريور ا 0، موان 5 بلس 5 هي 0. هادي الأولى. الثانية عندنا x موان 3 سور 5، x موان 3 سور 5 نفس الشيء. عندنا x inférieur moins 5, et then x moins 3 sur 5 inférieur à moins 5 moins 3 sur 5. هنا في الاول زدنا نفس الرقم، في الثاني نقصنا نفس الرقم. عادي هنا تنقولوا اون اجوت، هنا مثلا قلنا شنو درنا، اون اجوتي ميم نومبر يعني زد نفس الرقم زدناه للطرفين بجوج، هنا غنقصو نفس الرقم. يعني اون غوترونشي لا ميم نومبر، كنحسبو يعني كنقصو نفس الرقم وكنحسبوها. يعني x موان 3 سور 5 يعني غتبقى نفسها، انفيريور موان 5 موان 3 سور 5 يعني غنوحدو المقام هنايا، المقام واحد هو 5، ندير موان 25 موان 3 سور 5، يعني x موان 3 سور 5 انفيريور موان 25 موان 3 هي موان 28 سور 5، يعني x موان 3 سور 5 انفيريور موان 28 سور 5. بالنسبة للثالثة عندنا 2x بلس 3، يعني هنا غنزيدو مرحلة بمرحلة. يعني غنبداو دائما المعطيات اللي عندنا هي x انفيريور موان 5، يعني 2x، يعني هنايا اون ملتيبل في 2، حتى هنا غنملتيبلو في 2، موان 5 فوا 2، يعني درنا هنايا اون ملتيبلي en même le même nombre. Et then 2x inférieur à moins 10. Pardon, 2x moins 10. D'abord, nzidou klasa. On ajoute 3 les deux membres de l'inégalité. Yani nzidou 3, 2x moins 3 inférieur, pardon, plus 3
inférieur moins 10 plus 3. Dans 2x plus 3, inférieur à moins 7. D'abord, Katlina, 1 sur 4 est grec moins 5 sur 3. Il y a d'abord, je ne vais pas x. نخدمو بإغراق حيث عندنا إغراق يعني نديرو إغراق سوبيريور أ 4 إذن شنو 1 سور 4 إغراق 1 سور 4 إغراق هنايا أون ملتيبلي باغ 1 سور 4 حتى الجهة الأخرى غنملتيبليوها في 1 سور 4 يعني تعطينا 1 سور 4 إغراق إنفيريور أ 1 يعني هنا غنختزلو ب 4 باردون supérieur à 1. D'abord, on retranche 5 sur 3. 1 sur 4, y moins 5 sur 3. Supérieur 1 moins 5 sur 3. 1 sur 4, y moins 5 sur 3. On a rajouté le maqam, on a rajouté le maqam, 3 moins 5 sur 3. 1 sur 4, y, moins 5 sur 3, 3 moins 5, il y a moins 2 sur 3. Et nous avons l'inégalité de l'écranier, qui est moins 2 sur 3. Et nous avons maintenant 2x plus 7, et nous avons x, on a dit, هادو هما لينيغاليتي اللي عندنا يعني كتبعوا غير مرحله بمرحله كتبداو بالمعطيات اللي عندكم وكتبقاو تزيدوا الارقام رقم برقم وكتحسبوا عادي. هذا بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 6. نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 7. اكس اي y sont deux nombres rationnels tels que x inférieur à y comparé. عندنا عطاونا في المعطيات x صغر من y. دابا غنكومباريو 3 sur 2x مع 3 sur 2y. يعني دائما قلنا كنبداو بالمعطيات اللي عندنا. إذا نقولو إكزيرسيس 7 عندنا x inférieur à y. شنو عندنا هنايا؟ 2 sur 3x et 3 sur 3 sur 2x et 3 sur 2 y en comparaison. يعني حنا هنا شنو درنا؟ On multiple le même nombre. On multiplie les deux membres. Pardon. De l'inégalité. Par un nombre positif. هنا عندنا لأن 3 sur 2 c'est un nombre positif. إلا كان نمبر نيجاتيف كل العكس بالنسبة لهاد لينيغاليتي. إلا ضربناها في رقم سالب الرمز ديال المتفاوتة كيتقلب. هنايا دابا حنا حاليا كنديرو غير نومبر بوزيتيف يعني غنضربوها في نفس الرقم يعني المتفاوتة دائما غتبقى نفسها نفس الاتجاه غتبقى يعني هنا غنديرو 3 سور 2 زيكس دائما غتبقى صغر 3 سور 2 اكغ ميم نومبر ضربناه فيه و بوزيتيف. عندنا 2 زيكس موان 5 و 2 زيكغ موان 5 نفس الشي غنبداو إغراك إنفيرور أ إكس، 2x يعني غنضربو في نفس الرقم أو بوزيتيف، غنضربو في 2 هنا في ضربو في 2 هنا يعني غيبقى نفس الرمز، غنقصو 5 من هاد الطرف، إذا كذلك غنقصو 5 من هاد الطرف الآخر، يعني مغيتغير هنا حتى شي حاجة، غتبقى المتفاوتة نفسها، هنا إكس بلس 3 إي إغراك بلس 3، أون x inférieur à y. Et on a 3 inférieur à 4. Et on a mis le rendre beau, rendre zido, taraf serre,
والطرف الكبير الطرف الكبير يعني ما غيتغيرش الاتجاه ديال المتفاوت، غيبقى نفسه يعني اكس بلس 3 اغراغ بلس 4 يعني نفسهم. زدنا الطرف الاصغر نفس المتفاوته جمعناهم مع بعضياتهم يعني غتبقى لنا نفس الاتجاه. هنا عندنا 2 اكس موان 5 اي 2 اغراغ، هنا اكس انفيريور اغراغ 2 اكس انفيريور 2 اغراغ، يعني دائما هذا هو الطرف الصغير، الا نقصنا منه دائما غيبقى صغير ما بغيتش يتزاد، يعني 2 اكس موان 5 دائما غتبقى صغر من 2 اغراغ حيت الطرف الصغير هو اللي نقصنا منه. هذا بالنسبه ليكزيرسيس 7. ليكزيرسيس 8 تيقول دوني دون شاك ان دي كا سويفون 3 نمبر راسيونيل فيريفيون لينيغاليتي، يعني هاد لينيغاليتي اللي عندنا هنايا غنحاولوا نعطيو ثلاثه الارقام غنحاولوا نعطيو ثلاثه الارقام منطقيه باش تطبق لنا تحقق لنا هاد المتفاوته، باش تحقق لنا هاد المتفاوته يعني نحسبوهم بعدا، نحسبو اكس وديك الساعات نقولوا انا اكزيرسيس 8 عندنا اكس موان 7 سوبيريور ا 5 المتفاوته الاولى اكس موان 7 سوبيريور ا 5. اذا خصنا نلقاو اكس بحال هذا بحال الحل ديال المعادله المتفاوته والمتعادله بحال الفرق المعادله تكون عندنا تساوي والمتفاوته يكون عندنا سوبيريور ولا انفيريور، يعني كتكون لينيغاليتي كيكون فيها يا سوبيريور يا انفيريور ما تيكونش تساوي. هنا عندنا اكس موان 7 يعني خصنا نخليو اكس بوحديتها هنايا، هاد موان 7 غنحيدوها يعني الا بغينا نحيدوها غنزيدو بلس 7 هنا ونزيدو بلس 7 هنا، يعني اكس موان 7 بلس 7 سوبيريور ا 5 بلس 7 يعني اكس سوبيريور ا 12. هنا جميع الارقام اللي كبر من 12 كيحقوا لينا هاد المتفاوته، هما قالوا لينا في السؤال دون سيكا سويفون 3 نمبر، عطيت ثلاثه الارقام اي رقم عطيتيه خصو يكون كبر من 12، مثلا الا نعطيو مثلا 14 لي 3 نمبر مثلا عطيو الرقم اللي بغيتو راه غادي يحقق لنا اي رقم كبر من 12 اكبر من 12 قطعا، يعني ما يكونش كيساوي 12 كبر من 12 13 14 15 16 20 100 اي رقم غيحقق لنا هاد المتفاوته هادي. يعني الا ناخذو مثلا 13 ناخذو مثلا 14 ناخذو 16 مثلا، المهم خذو الرقم اللي بغيتو. الا خديتي 13 هنا 13 ناقص 7 هي 6 يعني 6 راه اكبر من 5، خدينا 14 14 ناقص 7 هي 7 7 راه اكبر من 5، خدينا 16 16 ناقص 7 هي 9 9 راه اكبر من 5، خديتي 20 20 ناقص 7 هي 13 13 راه اكبر من 5. اي رقم خصو يكون اكبر من 12 غيحقق لنا هاد المتفاوته هادي. في السؤال قالك اعطيني ثلاثه الارقام، خذ ثلاثه الارقام اللي بغيتو كبر من 12 قال تو لي نومبر سوبيريور ا 2 هما راه كيحققوا لنا هاد لينيغاليتي هادي. هادي اولى عندنا ا هادي بي 2 اكس سوبيريور ا 1 سور 3 هادي ا بي 2 اكس سوبيريور 11 سور 3. هنا كذلك هاد 2 كانت هنا غنحيدوها باش تبقى لنا اكس بوحديتها، باش غنحيدوها خصنا نضربو في 1 سور 2 يعني 1 سور 2 فوا 2 اكس سوبيريور 11 سور 3 فوا 1 سور 2 يعني نفس الرقم ملتيبلي فيه، يعني هنا غنختزلو تبقى لنا اكس سوبيريور 11 سور 6 يعني الارقام اللي غادي ناخدو مثلا 3 نومبر اي رقم كبر من 11 سور 3 3 نومبر اختارو اللي بغيتو. 11 سور 3 يعني ممكن تاخدو 12 سور 3 12 سور 6 14 سور 6 20 سور 6 خدو الرقم اللي بغيتو يكون كبر من هنا غيحقق لكم المتساويه اللي هنايا. تو لي نومبر سوبيريور 11 سور 6 غادي يحقوا لنا هاد المتفاوته هادي. مثلا ناخذ هنايا 14 سور 6 18 سور 6 20 سور 6 المهم اي رقم بغيتو تاخذوه غادي يحقق لكم هاد المتفاوته هادي، غتعوضوا هنايا
وغادي تخرج لكم انها راه اكبر من 11 على 3. هذه بالنسبه للبي. نشوفوا سي عندنا اكس سور 5 انفيريور 3 سور 2. سي اكس سور 5 انفيريور 3 سور 2. يعني هنا عندنا هاد 5 هادي غنحولوها للطرف الثاني. هنا عندنا مقسوم عليها، يعني خصنا نضربو في 5 باش تحيد لينا. الا نديرو 5 فوا اكس سور 5 انفيريور 3 سور 2 فوا 5، يعني هنا غتمشي غتبقى لينا اكس انفيريور 15 سور 2. يعني هنا غناخدو مثلا 3 نومبر، اي رقم صغر من 15 على 2 كيحقق لينا الشرط المتفاوتة. يعني ممكن تاخدو 14 سور 2 10 سور 2، المهم خدو الرقم اللي عجبكم. الرقم خصو يكون صغر من 15 على 2 فقط. ثلاثة الارقام اللي طلبوا لنا خدو الرقم اللي بغيتو، راه غيحقق لنا المتساوي المتفاوتة. بقات لنا د هي 3 اكس موان 1 انفيريور ا 0. د 3 اكس moins 1 inférieur à 0. Il est 3x inférieur à 1, x inférieur à 1 sur 3. يعني هنا زدنا ناقص واحد، زدنا واحد هنا واحد هنا، يعني تحيد لي ناقص حلقة واحد. بحال المعادلة نفس الشيء، كنحولو ملي كنحولو طرف لطرف الإشارة كتبدل. هنا كان سالب غيولي موجب، هنا كان مضرب غيولي مقسوم. يعني الرقم اللي غناخدو هنايا لي 3 نومبر تو لي نومبر انفيريور 1 سور 3 هما راه غيحقق لنا هاد المتفاوتة هادي. إذا 1 سور 3 ممكن تاخدو مثلا أي رقم صغر منها، مثلا موان 1 موان 2 لي بغيتو، مثلا 0. يعني هنا إلا عوضنا درنا هنا صفر، مثلا خدينا صفر نعوضو 3 فوا 0 هي 0 موان 1 يعني انفيريور 0. خديتي هنا موان 1 موان 1 فوا 3 هي موان 3 موان 3 موان 1 هي موان 4 موان 4 انفيريور 0. خديتو موان 2 3 فوا موان 2 هي موان 6 موان 6 موان 5 هي موان 7 موان 7 انفيريور 0. يعني اي رقم تاخذوه خصو يكون صغر من 1 سور 3 يحقق لنا هاد الشرط ديال هاد المتفاوته هادي. هذا بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 8. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لوردر اي اوبيراسيون. هو مهم بحالو بحال المعادلات، يعني حاولوا غير تنتبهوا للاشارات وملي تحولوا من طرف لطرف. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. واي واحد بغى شي تمرين ولا شي حاجه خليها في الكومونتير، ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله.